قمنا وفي ومن وقت مبكر تعميم إلى جميع الإخوة مدراء التربية في المديريات ومدراء المدارس بإحياء أيام الأعياد الوطنية 26 سبتمبر إلى 14 أكتوبر. واعتبرنا بأن كل هذه الأيام ابتداء من 22 سبتمبر إلى 15 أكتوبر كلها أيام أعياد. كانت البداية وباكورة هذه الاحتفالات من مدرسة نعمة رسام في يوم 22 سبتمبر، ثم توالت بعد ذلك الاحتفالات في مدارس البنين والبنات، مدرسة الشهيد الحكيمي، مدرسة الحجري، مدرسة عائشة، مدرسة مجمع الحمزة، معظم مدارس المحافظة. اليوم ونحن نحتفل في مدرسة باكثير سنتوج هذه الاحتفالات المدرسية على مستوى المدارس في مدرسة الشعب. الهدف الأساسي من كل هذه الاحتفالات هو إحياء أهداف ومضامين الثورات اليمنية 26 سبتمبر 14 أكتوبر في أذهان أبنائنا الطلاب، وإعادة هذه الروح الثورية التي من أجلها ضحى الآباء والأجداد. ستتوج هذه الاحتفالات بالاحتفاء الكبير لجميع أبنائنا الطلاب في مديرية المدينة، احتفاء بهذا العيد في إحدى الساحات الكبيرة الموجودة في داخل مدينة تعز، قد يكون ميدان الشهداء وقد يكون مكانا آخر.